السلام عليكم، معكم سكينة العزيزي، أخصائية نفسية. في ظل الظروف الراهنة اللي كنعيشوها كاملين، بزاف ديال الأشخاص كيحسوا بالتوتر، بالخوف، وبعض الأشخاص اللي دخلوا في حالة اكتئاب أو اللي سيطرت عليهم بعض الأفكار السلبية. وكيف ما كنعرفوا كاملين، الصحة النفسية ديالنا مهمة بزاف في تعزيز المناعة ديال الجسم ديالنا، لذلك خصنا نحافظوا عليها. غادي نحاول اليوم نعطيكم بعض الأفكار وبعض النصائح اللي غادي تعاونكم تدوزوا النهار ديالكم خلال الحجر الصحي بأقل الأضرار الممكنة، واللي تعاوننا أننا ندوزوه في أحسن الظروف. أول حاجة غادي نهضر لكم عليها هي أننا نحاولوا أننا نعطيو الجسم ديالنا ساعات النوم الكافية اللي يرتاح فيها. كذلك نحاولوا اننا نحددوا واحد الساعه معينه اللي كنفيقوا فيها وساعه معينه اللي كنعسوا فيها. خلال اليوم ديالنا نحاولوا اننا ناخذوا الوجبات الغذائيه ديالنا في اوقات محدده، وما نحاولوش ناخذوها بطريقه عشوائيه. كذلك نحاولوا اننا خلال اليوم ديالنا ندخلوا واحد التمارين الرياضيه اللي ممكن نمارسوهم في المنزل ديالنا بدون الحاجه اننا نخرجوا على برا، او لا يكون عندنا بالكون او لا جاردان او لا سطح، ممكن نستعملوا نديروهم او نمارسوهم داخل المنزل ديالنا. هاد الحركات الرياضيه غادي تساعد الجسم ديالنا انه اولا يحافظ على اللياقه ديالو، وثانيا اننا نخرجوا واحد الطاقه سلبيه منه. كذلك غادي نهضر لكم على بعض التمارين ديال التنفس اللي ممكن انكم ديروهم، واللي غادي يساعدوكم اننا نتنفسوا او اننا ندخلوا الاكسجين للجسم ديالنا بطريقه صحيحه ويستافد منه كذلك مزيان. كذلك هاد التمارين ديال التنفس كتعاوننا اننا نقللوا من التوتر او من الخوف، كتعاون العضلات ديال الجسم ديالنا انهم يسترخاو. لذلك انا كنصحكم انكم تحاولوا انكم تدخلوا خلال اليوم ديالكم وديروا هاد التمارين ديال التنفس. حاجه اخرى غادي نهضر لكم عليها اللي هي تدخلوا خلال اليوم ديالكم وديروا هاد التمارين ديال التنفس. حاجه اخرى غادي نهضر لكم عليها اللي هي الاخبار. نحاولوا اننا نتجنبوا اننا نشوفوها طيله اليوم، نحاولوا اننا نشوفوها مره واحده في اليوم فقط كافيه من مصدر اللي يكون موثوق، سواء فيديو سواء اخبار سواء ارتيكل او لواحد الارتيكل اللي غادي نقراوه، فقط من مصدر موثوق ومره واحده في اليوم كافيه ووافيه. شكرا لكم، كنتمنى ان هاد النصائح يفيدوكم واننا ندوزوا هاد الفتره ديال الحجر الصحي ونخرجوا منها باقل الاضرار الممكنه وفي احسن الظروف.